الرحمن الرحيم. نشكر قارئ عقيل. الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع البشري، والذي تنطلق منه الحياة الأسرية المتمثلة في الأفراد الذين يعيشون في المجتمع البشري. الأسرة هي خط الدفاع الأول إن صح التعبير في مواجهة الفرد لصعوبات الحياة خارج المنزل. ولصلاح المجتمع لا بد من إصلاح الأسرة أولا، ولها الدور الرئيسي. وإذا اختل هذا الدور فمن الصعب إذا لم يكن مستحيلا إصلاح الفرد وبذلك إصلاح المجتمع. فقد نتحدث عن الوفاق الذي يجب أن يسود بين أفراد الأسرة الواحدة. لا بد لنا من القول بأن التوافق الأخلاقي بين أفراد الأسرة الواحدة بشكل كامل 100% لا يمكن أن يكون، فإن اختلاف المشاهد في البيت بين أفراد الأسرة الواحدة أمر طبيعي، ويوجد عوامل مهمة وأساسية يمكن أن تتدخل لرفع نسبة الوفاق في التوافق الأسري، وأهمها المحبة. المحبة يجب أن تسود الأسرة وأن تسود في المجتمع، وأهم توافق. لذلك لرفع نسبة التوافق في المجتمع أو في توافق الأسرة، وأهمها المحبة والرحمة في البيت وإظهارها. لذلك نستقبل ضيف الحفل هذه الليلة فضيلة الشيخ علي الهويدي. وقبل استقباله يعني أتمنى من الأحبة يتقدمون في الكراسي شوي، حتى لو جيتون قدام حياكم شوي قدام. تفضلوا، كل ما صرتم قدام يكون أفضل لنا. استقبلوا سماحة الشيخ بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الظاهر نتحدث نص ساعة وبعدين أسئلة. ترتيبكم أنتم كذي؟ الحديث عن الأسرة وعن بناء الأسرة وعن دور الأسرة في المجتمع. أولا قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع، أنا في الواقع أعمل جاهدا على كتابة بحث مصغر حول القرية الفاضلة والمجتمع الفاضل. أنا من خلال تجاربي الكثيرة توصلت إلى أن هناك كثير من السلبيات وكثير من الانتقادات التي يمكن أن تؤخذ على العاملين وعلى الرساليين وعلى المثقفين وعلى المؤمنين في المجتمعات الإسلامية. إحدى هذه الانتقادات والمؤاخذات إن عندنا كثير من العاملين لكن يعملون بصورة منفردة. أنا أقصد عندما يعملون في المأتم والمسجد ويعملون في مجال التعليم، أنا أسمي هذه الأعمال أعمال منفردة.
ولكن عندما يكون هناك في عقل المتدينين والمؤمنين مشروع يسمى بمشروع القرية الفاضلة والمنطقة الفاضلة، أعتقد بأن هذا الأمر عندما يكون هدف هو الذي سوف يحول جميع الأعمال إلى أعمال جماعية، اللي يعمل في التدريس واللي يعمل في المأتم واللي يعمل في المسجد، جميعا يعملون من أجل تأسيس قرية ومجتمع فاضل مؤمن. احنا هدفنا أن تكون قريتنا هذه بأكملها قرية فاضلة مؤمنة. الوسيلة هي التدريس، الوسيلة هي المأتم، الوسيلة هو المسجد، الوسيلة هي العلماء. فعلى هذا الأساس نحن نحتاج إلى أن نبني قرية فاضلة، أن نبني مجتمعا فاضلا. إحنا ما يسرنا أن نرى أفراد مؤمنين أو علماء مؤمنين أو أن نرى مآتم ومساجد، إلا يسرنا أن نرى هناك قرية عبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله، هذه القرية كالجسد الواحد، وعبر عنها بأنها أمة قانتة، أمة مؤمنة متماسكة روحيا وجسديا ومعنويا ونفسيا. هذا الموضوع طويل، يمكن أتحدث فيه في محاضرة أخرى، لأن أنا أحس أن كل قرآننا تحتاج إلى أن يكون عندها هذا الهدف حتى تقدر تقدم شيء إلى أمتنا وإلى إسلامنا. الآن الحديث عن الأسرة حديث جدا مهم، من أهم القضايا اللي نحتاج إليها في واقعنا المعاصر، تحتاج إليها أمتنا ونحتاج إليها، هي مسألة تكوين الأسرة الصالحة المعطاة، الأسرة التي تخرج الأجيال الصالحة وتخرج الأفراد الصالحين. فلذلك قبل أن أدخل في البحث أحتاج أبين نقطتين. النقطة الأولى، نريد أن نؤسس ونرى بأن القرآن الكريم هل تحدث عن ضرورة تكوين الأسرة الصالحة؟ احنا نعرف المتزوج يعرف بأن الإسلام أوجب عليه النفقة، قال لي أنت من واجباتك النفقة على الأسرة، السكن والملبس والمأكل، هذه وظيفتك. وكذلك أوجب على المرأة مجموعة من الواجبات، قال لي ما تخرجين من البيت إلا بإذن زوجك، عليك أن تمكني زوجك، وما إلى ذلك من واجبات وحقوق على الزوجين. ولكن نريد أن نعرف هل مسألة بناء الأسرة الصالحة هي من الواجبات إلا الشارع المقدس أوجبها على المؤمنين أم لا؟ لاحظ الآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم. في القرآن الكريم لم يذكر كلمة الأسرة، ما ذكر أشار إلى الأسرة، وإنما القرآن الكريم أشار إلى الأسرة بكلمة الأهل، قوا أنفسكم وأهليكم. لذلك ابن نوح لما فعل المعصية صار ليس من أهله، أي ليس من أسرته. فلذلك كلمة الأهل استخدمت في القرآن الكريم وأريد بها الأسرة. وكلمة قوا أنفسكم فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، أي يجب على أرباب الأسرة أو على رب الأسرة من زوجة أو زوج أن يقوا أنفسهم أولا ثم أهليهم من النار. فالإنسان كيف يقي نفسه وكيف يقي أسرته أهله؟ من خلال تعزيز ثقافة الإيمان والأخلاق ومبدأ التوحيد، من خلال نشر الثقافة الأخلاقية والقيم الإلهية بين الأسرة، هنا تتحقق الأسرة الصالحة التي تكون في وقاية من دخول النار.
إذن القرآن الكريم أوجب علينا أن نقي أنفسنا وأهلينا، فإذن لابد أن نقوم بإصلاح الأسرة على نحو الوجوب حتى نبعدهم عن النار. كذلك آية أخرى: وأمر أهلك بالصلاة. هذه الآية واضحة، إن الله سبحانه وتعالى يأمر أرباب الأسر أن يأمروا أهلهم بالصلاة، والصلاة هي كناية عن المعروف، سواء كان الصلاة والصيام والصدق والأمانة وما إلى ذلك، والصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك القرآن الكريم يقول لأرباب الأسر: عليكم أن تنشروا المعروف في أسركم على نحو الوجوب، وعليكم أن تبعدوا أسركم وأهليكم عن المعاصي والآثام على نحو الوجوب. القرآن الكريم قال: وأمر أهلك بالصلاة. القرآن من طبيعته ما يتكلم عن كل شيء، لكن أمر أهلك بالصلاة حتى يصلي الإنسان، ينبغي له أن لا يعصي الله عز وجل، وباختصار أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أسسنا للقاعدة الأولية بأن القرآن الكريم، وأن النظرية الإسلامية تقول كما أن هناك حقوق وواجبات على الزوج والزوجة، فمن تلك الواجبات المشتركة التي هي على الزوج والزوجة أن يعملوا على إصلاح الأسرة، وعلى أن تكون بعيدة عن النار، وعلى أن تقيم الصلاة. خلصنا من القاعدة الأولية. القاعدة الثانية: هل الإسلام يرى بأن للأسرة وبأن للذرية وبأن للأبناء فعلا دور مؤثر في الواقع؟ هل لهم دور في بناء هذه الأمة وفي بناء المجتمعات والقرى الصالحة المؤمنة الفاضلة أم لا؟ إنجيل القرآن الكريم في قضية نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نبي الله نوح عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب على هؤلاء القوم. لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على هؤلاء القوم؟ القوم هم الأسر. لماذا ينزل العذاب على هذه الأسر؟ قيل لأن هذه الأسر عقيمة، هذه الأسر لا تستطيع أن تنتج إلا الفجرة الذين يضلون العباد المؤمنين الفجار الكفرة، هذه الأسر عقيمة. لذلك طلب نوح عليه السلام من الله أن يهلك هذه الأسر العقيمة التي أنجبت أولاد فجرة كفرة يضلون عباد الله الصالحين. لذلك تقول الرواية بأن أبناء الآباء، أبناء هؤلاء الأطفال، يجون الآباء يجدون أطفالهم: انظروا إلى هذا نوح، إلى نبي الله نوح، ابتعدوا عنه، إنه ضال، إنه مضل. يوصون أبنائهم ويؤكدون على توصية أن يبتعدوا عن نوح وأن لا يستمعوا إلى دعوته، ويقولون: أوصانا الأجداد بذلك ونحن نوصيكم ونوصيكم أن توصوا أبناءكم على أن لا يسيروا على نهج وعلى خط نوح عليه السلام. فإذن القرآن الكريم أهلك أمة بأكملها. لماذا أهلك بالطوفان؟ لأن هذه الأسر لا تستطيع أن تلد مؤمنين، بل بأن أولادها كفار كفرة فجار، ذريتها فاسدة، فلذلك الله سبحانه وتعالى أهلكهم، أهلك هذه الأمم. لاحظ شلون؟ فالقرآن ينظر إلى إن الأسر إن استطاعت
أن تبني مجتمعاً واعياً، مجتمعاً صالحاً يمتدحها القرآن ذرية بعضها من بعض. عندما يأتي القرآن لكي يتحدث عن إسماعيل أو عن إسحاق ويعقوب وإبراهيم والأصباط، عندما يأتي لكي يتحدث عن هذه الذرية، عن هؤلاء الأولاد، يقول ذرية بعضها من بعض. هذه ذرية جميلة، هذه ذرية هي سبب هداية الأمة ورشاد الأمة، وهي سبب إنقاذ الأمة من النار. فعلى هذا الأساس نلاحظ القرآن من جانب آخر يهلك الأسر التي لا تنتج العقيمة، لا تنتج مؤمنين، ومن جانب آخر يمتدح ذرية أخرى لأن هذه الذرية بعضها من بعض ينتج المؤمنين. هذه البيوت أذن الله أن يرفع فيها. فبالتالي هذه البيوت بيوت إلهية، بيوت إيمانية، أسر إيمانية، لأنها تنتج المؤمنين. إذن وصلنا إلى القاعدة الثانية، بأن المفهوم القرآني والنظرية القرآنية تنتظر من الأسر إنتاج المؤمنين والصالحين والشرفاء وأهل الجنة ومن ينقذون البشرية من الهلاك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أبين لك نماذج وبعدين أتكلم عن أسس التربية. نماذج من الأسر التي أنقذت البشرية، هل يستطيع أحد أن يجادل بأن أسرة عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وآله ألم ينتج أبي النبي؟ ألم ينتج أبا طالب؟ فهذا عبد المطلب، هذه الأسرة أليست أسرة أنتجت الحمزة، أنتجت جعفر الطيار، أنتجت علي بن أبي طالب، عبد الله؟ فلذلك هذه الأسر أنتجت من غير وجه التاريخ والبشرية إلى الرشاد والصلاح. وهكذا في أيامنا المعاصرة، السيد محسن الحكيم الفقيه الكبير اللي كان موجود قبل السيد الخوي رحمهم الله، السيد محسن الحكيم يقال بأن عنده أكثر من 30 ولد، خلنا نقول 20 ولد، كلهم مجتهدين، معممين مجتهدين. السيد يوسف الحكيم، السيد محمد رضا الحكيم، محمد باقر الحكيم، عبد العزيز الحكيم، السيد مهدي الحكيم، شهداء وفقهاء. أليست هذه الأسر أنتجت من يغير وجه التاريخ ووجه الأرض، ومن يدعو الناس إلى طاعة رب الأرباب الله سبحانه وتعالى؟ نجيب الطرف الآخر، أليست أسرة معاوية بن أبي سفيان، سفيان أبي سفيان ومعاوية ويزيد، أليست هذه أسر أنتجت الظلم وأنتجت الفساد والانحراف وأنتجت الضياع؟ هذه أسرة بني أمية، هذه ابن مروان، هذه كلها أسر، هذه كلها أسر أنتجت الضلالة وأنتجت الضياع. وهناك من الأسر لو عددنا من إعجاز، وكذلك لو عددنا في واقعنا وفي مجتمعنا من الأسر المصلحة والصالحة في مجتمع البحرين الطيب، سوف نرى الكثير من الأسر الطيبة. إذن الأسرة هي اللبنة الأساس في بناء المجتمع، وإذا بغينا شوي نتنازل في بناء القرية الفاضلة، القرية المؤمنة. نحن نتمنى إلى قرانا، نتمنى إلى قرية المرخ، نتمنى أن تكون العلاقة بين أفرادها على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإنفاق وعلى مستوى التكافل الاجتماعي والتوازن والضمان الاجتماعي وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى المحبة والأخوة والتعاون والتآلف، أن نشكل حصنا حصينا يصعب اختراقه من القيم الفاسدة
ومن الأجهزة المنحرفة، ومن أي إنسان يريد سوء بهذه القرية وبأهلها. هذا اللي مفروض نفكر فيه. لابد تكون قريتنا قرية متماسكة وقوية كالجسد الواحد. شوف القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وآله اتكلم عن المجتمع، قال كالجسد، في رأس، في مسجد، في يد، في طريق، في رجل يمثل مأتم مثلا. لكن لولا وجود هذه العلاقة، الإحساس والشعور، كان ما ارتبط الرأس بالرجل، ولا ارتبطت اليد بالصدر. فهذه قوة الشعور والإحساس الرسول صلى الله عليه وآله يطبقها في مجتمعاتنا. يقول خلوا مجتمعكم قوي، حالة الإحساس والشعور قوي كقوة الكهرباء. انت الآن تعال اعبث في كهرباء، كل كهرباء بتبند لأنها مرتبطة مع بعضها بعض. ليش احنا في مجتمعاتنا هناك من يعبث شرا وفسادا، لكن ما عندنا قدرة نواجهه أو نتكلم إليه أو نتحد ضده؟ ليش؟ لأننا متفككين، ما عندنا حالة الإحساس والشعور. يمكن هناك إنسان صالح، علماء صالح من الصلحاء في هذا المجتمع، بعد ما نقدر نتمسك بهم، ما نقدر نتواصل وياهم، لأن مو موجود، غير موجود هذه العلاقة، العلاقة القوية بين أفراد المجتمع. النقطة الأخيرة، الرابعة اللي بتحدث عنها، هي وش أسس التربية بصورة مختصرة. الحين إحنا كنا عندنا أسر، نبغى نخرج دفعات من المؤمنين، نبغى نكون ذرية بعضها من بعض، نبغى نكون ذرياتنا صالحة، نبغى من خلال أسرنا وأبنائنا نخرج للمجتمع أفراد أقوياء في ذات الله، أقوياء بقيمهم، أقوياء بمبادئهم، أقوياء بشجاعتهم وبإخلاصهم وبتفانيهم وبدفاعهم عن الإسلام وبحبهم لأهل البيت عليه السلام. كيف نستطيع أن نوجد هذه الأسرة التي تخرج هذه الدفعات تلو الدفعات؟ أذكر لك أربعة شروط. الشرط الأول، لابد تكون الأسرة، يعني الزوج والزوجة، لابد تكون علاقتهم متينة، علاقتهم قوية، علاقتهم مبتنية على أساس إن كل واحد يعطي الثاني حقوقه وواجباته، علاقة تقوم على أساس التحاور، على أساس المحبة والتفاني والإخلاص والصيانة. إذا كانت العلاقة الأسرة قوية بهذا المستوى، هنا الأسرة تنتج. لكن إذا كانت الأسرة ينامون والزوج يهدد الزوجة بالطلاق، يقعدون والزوجة تهدد الزوج بالذهاب إلى بيت أبيها، ويتخاصمون بالأسبوع والشهر، والأب عاطي أوقاته إلى أصدقاء، أو تجيني كثير من المسائل سعودية وبحرينية وعلى مستوى العالم، تجيني أسئلة، الزوج يقعد في مجالس، في طرقات، في مباريات مع ليش ما هاي اللي يلعبونه، ويترك أسرته. هذا الشخص اللي عاطي أوقاته للشارع والمباريات والطرقات، وإن شاء الله حتى عاطي أوقاته للمسجد والمأتم، هذا يقدر يبني أسرة؟ الغريب إننا نرى المؤمنين في كل مكان والمخلصين، لكن لا نرى معهم أبنائهم. هم شباب وهم شيبة وهم كهول، وين أولادكم؟ ما عندهم، وين نشوف أولاد؟ فلذلك شلون احنا اولا نحتاج نبني علاقه الزوج والزوجه، يبنوا علاقتهم مع بعضهم بعض على اساس ان يتكاملوا، واذا اوجدوا علاقه المحبه هني بعدين هم يقدرون يبنون المجتمع. لكن اذا احنا جينا ودخلنا في خلافات، وسهرنا مع التلفاز، وسهرنا مع الأصدقاء، وتركنا الأسرة، إذا إحنا عشنا بخلاء في أسرتنا وقدرنا على الأسرة، إذا أنت ولدك ما شافك تقرأ دعاكم ويل، ما شافك تصلي في البيت، إذا أنت دائما مسافر. إحدى المؤمنات أو إحدى الشخصيات تقول أنا زوجي ما يقعد، من تقاعد عنده شلة من المؤمنين، يا كربلاء، يا 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 العمرة، يا النجف الأشرف، يا الإمام الرضا، ما شايفتنا في البيت. هذا بيكون أسرة صالحة منتجة، قطعا ما راح يكون أسرة صالحة منتجة.
فلذلك أول شرط على الإنسان أن يعزز علاقة مع أسرة ما أمكن، إن شاء الله ينعزل عن العمل الاجتماعي، مو مشكلة ينعزل عن المسجد، ينعزل عن المأتم، بس كون أسرة قوية متماسكة عشان تخرج لك أولاد صلحاء متماسكين نفسياً وعقلياً وروحياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً وعبادياً، طلعهم للمجتمع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو مسألة التربية. ترى يا أخوان إحنا تزوجنا ما نعرف شلون نتعامل مع زوجاتنا، أنا واحد ما درسنا الثقافة، ثقافة الجنسية، ثقافة التعامل العشرة ما نعرف. على قولة واحد يقول زوجتي كلها تتهمني الأناني، وليش أناني؟ لأنه ما يعطي الزوجة حقها، فإحنا دخلنا على أسرنا ما نعرف شلون نتعامل مع الزوجة في مشاكلنا، أنجبنا درزن أولاد ما نعرف شلون نتعامل وياهم. فبالتالي هناك في أسس للتربية، أسس ذكرها الإسلام، وأسس ذكرتها الكتب الحديثة، الآن المعاهد الحديثة والمستشفيات الحديثة واللجان والجهات المختصة، المراكز المختصة في التربية، ذكرت كثير من أساليب التربية. إذا كان ابنك انطوائي عنده نوع من التوحد تعامل إياه بهالطريقة، إذا كان ابنك عدواني تعامل إياه بهالطريقة، إذا كان ابنك ضعيف مسالم مضروب دائما تعامل إياه بهالطريقة، إذا كان ابنك متأثر بالبنات أكثر من الرجال تعامل إياه بهالطريقة. هذه الأساليب إحنا لازم ناخذ دورة دينية، الدين دورة إسلامية. الإسلام عطانا، قال لنا فرقوا بين الأطفال في المضاجع، قال لنا تحدثوا مع أطفالكم على قدر عقولهم، عطانا الإسلام أن نأخذ أبنائنا ونصاحبهم معنا في المساجد والمآتم، عطانا الإسلام نظريات، لكن في نظريات أخرى أنت تأخذها من وين؟ تأخذها من الـ من الـ من الـ من العلوم الحديثة. إحنا لكن إذا جيت سألتنا وش عندك من نظريات؟ والله أنا نتفت ولدي تنتف، أنا عرفت أن الضرب مو زين، أنا قمت أطرد ولدي ما أخلي بيت في البيت، واكتشفنا طرد الولد من البيت جعله يعني يلتجئ لناس آخرين، وأنا صراحة بخلت على ولدي حاب أجمع عليه حق الجامعة وبخلت عليه لما قام يبوق، وأنا ليش هل السلبيات الكثيرة؟ لأن ما عندنا أساليب تربية، ما درسنا، ما تعلمنا، ما علمونا الآباء، ما علمونا من سبقنا من العلماء والخطباء القائمين على الأعمال الإسلامية، ما وفروا لنا محاضرات فغرقنا. فلذلك في ساعات أسرة صالحة مؤمنة لكن ما تعرف تربي، ما درست، ما تعلمت لا من الدين، ما قرت كتب إسلامية، ولا من الكتب المعاصرة الحديثة، ولا تعرف يمكن كتاب معاصرين. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول العلاقة بين الزوجين، الأمر الثاني أسس التربية نحاول نتعلمها وندرسها. عندي بعد شيئين بسيطين. الأمر الثالث وهو تخريج المؤمنين والصالحين. شوفوا يا جماعة، أي أسرة وأي إنسان إذا ما عاش هم الرسالة، إذا ما عاش هم المجتمع، إذا ما عاش هم الأمة، ما بيقدر ينتج. يعني أنت متى تنتج أبناء يمكن يلعبون دور بناء ومؤثر في المجتمع؟ إذا أنت كنت تعيش، أنت يمكن تجي لولدك يا ولدي اهتم بالدراسة، يا ولدي روح المسجد ورجع البيت، يا ولدي روح الماتم ورجع البيت، زين؟ فقط ربيت ابنك على هذه الحالة، الابن ما بيطلع رسالة، الابن ما بتكون عندك قدرات إصلاحية وتغييرية. لكن إذا جيت للابن يا ولدي أنت مثل ما أنت مسؤول أنك تأخذ شهادة جامعية، أنت مسؤول اتجاه المجتمع، أنك تساعد المجتمع، إذا في المستقبل فتحت لك مستشفى وجوك ناس ما يمتلكون قيمة العملية أو قيمة العلاج، عالجهم مجانا لأنك جزء من المجتمع، لأنكم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، لأنك أعطيته دي الثقافة
ثقفت هذا الطبيب على أنه يهتم بالمجتمع، ثقفت هذا الإنسان اللي عنده يفتح له محل، ثقفت بأهمية مساعدة الناس، وثقفت الآخر اللي عنده شهادات تعليمية يدرس المجتمع بشهاداته وعلمهم وفهمهم، وبينت للأبناء ضرورة وأهمية أنه نشر الأخلاق والتواصل الاجتماعي والزيارات. هني بيطلعون أطفالنا، بيطلعون أطفالنا منتجين، بيطلعون أطفالنا رساليين، بيطلعون أطفالنا مؤثرين في المجتمع، يبنون الأمة. فلازم إحنا أكثر من بيان هذه الأمور إلى أطفالك، بين إليهم إنه جزء من لا يتجزأ من المجتمع. إذا اليوم تحرق، إذا اليوم حرقت دار جارك سوف تحرق دارك، إذا اليوم اعتدي على عرض إنسان في مجتمعك راح يعتدى على عرضك. إذا أنت اليوم ما قمت تدافع عن الناس وتصلح الناس باكر ما حد بيصلح عرضك وأولادك وأطفالك. فلذلك هذه المسائل علمها الأطفال، رسخها في قلوبهم، في عقولهم. بيطلعون لك الأطفال رساليين ومؤمنين ومخلصين في المجتمع. هذه المسألة مهمة في التربية، إنك مثل ما تقول لي راجع وانجح، تقول لي أنت جزء من المجتمع وعليك مسؤوليات، وأنا أنتظر يا ولدي إنك تكبر وأشوف مسؤولياتك في المجتمع. وكل واحد من موقعه، التاجر من موقع كونه تاجر عنده أموال، الفقير من موقع الصدق والأمانة والأخلاق، والطبيب من موقع الطب، والعالم من موقع في عندنا علماء، عندنا علماء ما لهم حس في المجتمعات، عندنا علماء ما لهم حس في المجتمعات. هذا عالم دين؟ قطعا مو عالم دين. فبالتالي العالم بعد يحتاج لهذه الثقافة، عالم الدين يحتاج، والطبيب يحتاج، والمهندس يحتاج، وكل أفراد المجتمع، كل إنسان يقدم بقدر استطاعته لبناء المجتمع. النقطة الأخرى والنهائية هي مسألة الرقابة. يعني أنت لا تبغى تنتج، لازم تكون الرقابة مستمرة، يعني علاقتك مع زوجتك لازم تكون مدروسة، لازم بين حين والآخر ننظر إليها فعلا هي إيجابية منتجة بناءة مؤثرة. أساليب التعليم في هذه الأيام تتغير من مرحلة لأخرى سريعة. يعني أمس ما كان في واتساب، أمس ما كان في إنستغرام، اليوم في واتساب في إنستغرام. بالأمس ما كانت الناس تقدر تروح كل يومين العراق، اليوم الناس تروح العراق كل يوم، المرأة تشيل أغراضها وتروح من غير محرم. فبالتالي يعني العصر قاعد يتغير، متطلبات العصر قاعد تتغير. فلذلك احنا لازم نكون نراقب أسرنا عشان نزود بالثقافة اللازمة مثل الأمراض، لمواجهة هذه الأمراض والوقاية منها تكون عندنا رقابة جيدة، نثقف نفسنا بما نحتاج إليه، كذلك نراقب أبنائنا في طفولتهم. يعني أنا هذا بعد كنت أبغى أتحدث عنه بس ما يتسع الوقت، كنت أبغى أتحدث عن العوامل الوراثية، بعض الأشياء اللي تأثر في الطفل. يعني كثير من الأسئلة تجينا، إحنا مؤمنين وأولادنا عندهم يعني ولدي مثلا عنده حالة عدوانية، وأنا الأم والأبو ما عندهم الحالة العدوانية، أو الطفل عنده انحراف وعنده ميل للانحراف والأم والأبو في قمة الإيمان، وش الأسباب؟ شلون حل مثل هذه المشاكل؟ وأتذكر في العراق عندنا شيخ اسمه شيخ عبد الهادي، شيخ هادي الله يرحمه، قتله صدام بعد، مدرس في النجف الأشراف في الجامعة، ورجل في العلم فاضل، صغير السن بس فاضل. هذا يقول لي اشتكي عندي، يقول لي أنا عالم دين وزوجتي دكتورة، يقول ولدي ما طلع، ما شاف أحد، ما طلعته في المجتمع، يقول حاطلنا في البيت يسب، يجيب كل أنواع السب، من وين تعلمها ما أدري، يقول حبسته في البيت عشان ما يأدي الجيران ما يسبهم، قام يأخذ حجارة يرمي على بيت الجيران. يقول دوخني، يقول قلت له لا شيخنا وشي شي شوي، ذاك اليوم اللي ولده جاي وأنا قاعد فوق المدرسة، مدرسة القوام في النجف، قاعد فوق أطالع، يقول شيخ علي هاي ولدي هذا، لا هي ولدك ومسلمت عليه أنا، أقول لي ها حسن يا شخبارك، طالعنا كذي اللي يقول لي اسكت يا المطي يعني الحمار، يقول فشل الأب وانحرج، يقول طالع أنت سويت ليشي، أنت سلمت عليه سباك،
الحين يقول هذا من وين؟ يقول اخاف يطلع ده مو ولدي. قلت له لا تخاف ده ولدك، يمكن جدك السابع سب ولا شوفه ماخذ منه. ساعات انت مو منك انت، ياخذ الاطفال ياخذون طبايع الاجداد في البخل او في الكرم او في السب او في الشتم وما الى ذلك. فلذلك ايها الاخوه والاباء والابناء الاعزاء، اختصر كلمتي بان الاسلام اوجب علينا تكوين الاسره الصالحه، وكذلك الاسلام اوجب علينا وامل فينا كمؤمنين ان نخرج ذريه صالحه تشارك في بناء المجتمع، في تعزيز مكانة المجتمع. مجتمع لازم نفهم، يكون عندنا محاضرة، عندنا وش مقصود بالمجتمع، وش مقصود بالقرية. خلينا نتكلم، لا نعمل عمل عشوائي. ترى ما ينتج العمل العشوائي، حتى لو فتحنا تدريس صلاة ما ينتج، محاضرات ما تنتج إذا ما كان في مجتمع، وهذا المجتمع ينمو متكاملا مع بعض بعض حتى يكون مجتمع حصين. لأن كلمة الأسرة مأخوذة من الأسر، يعني القوة، الخيط إذا لفيته على بعض بعض يصير متين. وبعضهم قال مأخوذة من الحصن الحصين، يعني الأسرة هي الحصن الحصين للمجتمع، وهي السياج القوي الذي يمنع الآخرين من اختراق فكريا وثقافيا ومعنويا ومخابراتيا وما إلى ذلك. اسمحوا لي على التقصير، أنا ترى بسوي عمليات في عيوني ما أشوف، بس لمعزة المرخ لأن شاركت فيها من قبل وأحب أشارك فيها، فجيت توطيت يعني، يمكن فاني مشاركة من سويت عمليات حق عيوني، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظ. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكرك شيخنا العزيز، والله يعطيك الصحة والعافية ورحم الله والديك. طبعاً الأحبة، إذا أحد عنده مداخلة في المايك الأولوية لكم، والمايك طبعاً الأولوية. قبل المداخلة الأولى، السؤال سماحة الشيخ، عندنا مشكلة كبيرة وهي مشكلة اللامبالاة. بعض الأحيان اللامبالاة، يعني اللامبالاة بعض الأحيان تكون عند أحد الوالدين أو عند حتى كلا الوالدين، فهذه تكون مشكلة كبيرة تؤثر على الأسرة. فما هو الحل لهذه المشكلة الكبيرة؟ اللامبالاة يعني قطعا توقع رب الأسرة في الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال قوا أنفسكم وأهليكم، هذا واجب، هو فعل أمر، يعني واجب على رب الأسرة أن يقي نفسه مثل ما تقي نفسك عن النار كذلك تقي أهلك أي أسرتك. فلذلك مسألة الوقاية هي مسألة واجبة، و عملية اللامبالاة تدخل الإنسان في إشكاليات شرعية مع الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني إن الإنسان يوم اللي بيحتاج إلى أبنائه يقفون معه في مرضه أو في محنته، أو قد الإنسان تمر عليه أيام يحتاج للحنان، يحتاج للعاطفة، يحتاج إن أولاده يكونون يعني يلتفون حوله، إذا كان مريض في المستشفى يسألون عنه، إذا كان مسافر عندما يرجع من سفره يستقبلونه بكل محبة، وعندما يضعف ماديا يحتاج أن أبناء يقفون بالقرب منه. فإذا كان الإنسان يعيش اللامبالاة، ثق أن هذه الساعات الحرجة والساعات الصعبة اللي يحتاج الإنسان فيها إلى أبنائه بيجد أبناء بعيدين عنه. ليش؟ لأنه ما اهتم في تربيتهم. وكذلك أنا أعطيك مثال بسيط، الإنسان بعد عمر طويل إذا انتقل إلى جوار ربه يحتاج أكثر ما يحتاج الإنسان إلى أبنائه، يحتاج للناس كلها، لكن بالخصوص إلا ما بينسونهم الأبناء، الأبناء ما ينسون الأب، أما بالترحم أو بالتهضم. يعني أنا اتصلت بي مرة واحدة تقولي شيخنا أني أكره أبوي وأكره أني أروح على قبره وأقرأ له فاتحة. قلت لها ليش؟ قالت أنا هذا أبوي ما شفته يضحك، ما شفته يبتسم، أنا هذا أبوي ما شفته إلا معصب،
يعني خلق فينا حالة نفسية كرهتنا إليه وإلى زيارته بعدما ماته. فإحنا أحوج ما نكون للأبناء إذا مت. فأنت لاحظ إذا كانوا أبنائك ملتفين حولك وانت اهتميت بتربيتهم وديتهم يزورون مثلا أبوك وعلمتهم زيارة القبور والقراءة إلى الأموات وكذلك علتهم بشكل عام اهتميت فيهم وربيتهم تربية صحيحة على جميع في جميع الجوانب ومن تلك الجوانب زيارة القبور والموتى أبنائك ما رح ينسونك إذا علمتهم مرة رح يختمون لك قرآن مرة رح يصلون لك يصلون صلوات إليك مرة رح يزورون عنك الحسين مرة رح يذبحون إليك مرة رح يوزعون طعام إليك ومرة لأنك أنت ربيتهم مهتمين. لكن إذا عشت اللامبالاة أنت باشر لا سمح الله إذا مت عليك صلوات واجبة الابن الأكبر مفروض يصلي عليك يقول له والله أنا ما أصلي على أبوي لأنه ما علمني خلاني أعيش إنسان غير مسؤول تعامل وياي معاملة لا مبالاة لا اهتمام فلذلك الابن ما راح يقدم عليك أي شيء. فيا جماعة مثل ما احنا الآن نكدح ونعمل عشان نأكل أولادنا خلونا يا جماعة نهتم ونربيهم التربية الصحيحة إلا في اليوم الذي لا ينفع مال ولا بنون في اليوم اللي نكون في أحوج ما نكون إلى أبنائنا ونحن في وسط الأرض في وسط الأرض وفي ظلمة القبر في هذا اليوم نحصل رحمة ومحبة وكل أعمال أبنائنا الحسنة حتى لو ما قصدونا. يعني ابني أنا عندما يصلي اللي جزء من صلاته من الثواب أنا ابني عندما يحسن في عمله أنا لي جزء من إحسانه أنا ابني عندما يخدم الناس أنا لي جزء من خدماته. لكن إذا عشنا اللامبالاة قطعا هذه بتكون أولا مسؤولية شرعية إثم وثانيا راح نشوف نتائجها في الدنيا قبل الآخرة إضافة إلى ذلك في الآخرة بنعيش معاناة على معاناتنا جراء تقصيرنا تجاه رب العالمين. مداخلة الأخ محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أشكر سماحة الشيخ علي الهويدي على تشريفه قرية المرخ بالرغم من المصاعب وأحب أطرح عليه هذا السؤال. أتمنى تتكلمون عن مشكلة الجفاف بين الوالدين خلنا نقول أو الأرباب الأسر بينهم وبين العنصر النسائي في الأسرة. يعني مثلا تلاقي الأبو عنده جفاف ويا زوجته تلاقي بالذات عنده جفاف ويا بنته يعني بنته ما تسمع منه كلمة عاطفية ولا تسمع منه أي كلمة يعني حب أو محبة لذلك تلاقيهم يعني يبحثون عنها في الخارج. فأتمنى تتكلمون عن هذا الشيء. هذا كلام سؤال جميل وخطير وسؤال يعني جدا مهم. أنا تجيني كثير من الأسئلة واحدة من الأسئلة تقول لي مرة أني صرفت كل أموالي على زوجي 16,000 و20,000 يقول شاركته في كل شيء يقول أنا مو متأسفة هذا زوجي وأبو أولادي كل أموالي صرفتها إليه لكن تقول أنبا في يوم من الأيام أشوفه ضاحك في وجهي أنبا ضحكة من عنده ضحكة في وجهي فأني ما حصلها من عنده. فهم النسوان يقولون إلينا يقولون ترى إحنا قصوا علينا بالضحك ضحكوا في وجهنا قصوا علينا إحنا موافقين بس إحنا حتى كلمة نقص عليهم ما نقص عليهم ما نبى حتى نقص عليهم. فلذلك وفي بعض الأبناء بسبب جفاء الأبوين يلتجئ للخارج. يعني أنا عاشرت كثير من القضايا إن في بعض الأبناء يلتجئ لأصحاب المخدرات والسرقات وأصحاب الفساد لأنه لقى من الحب والاحترام والضحك والتعاطف من المفسدين أكثر مما حصل عليه من أسرته. فأنا أتحدث عن المؤمنين أنا تجيني شكاوي على المؤمنين أكثر ما تجيني شكاوي على المفسدين يمكن لنا يتواصلون ياي كل مؤمنات. فعلى هذا الأساس إذا بنينا أسرة
على أساس الجفاء العاطفي، يعني ما خلقنا الابتسامة في وسط الأسرة، ما خلقنا النكتة في وسط الأسرة، ما عبرنا. احنا مشكلتنا ما نعبر. يعني كثير من الآباء أنا أعرف أنه يحب أبنائه، وكثير من الآباء يحب زوجاته، وكثير من الزوجات تحب أزواجها، في حب موجود لكن ما يطلعونه برا، يكتمونه. وأتذكر عندي صديق أحد العلماء الأجلاء في البحرين يقول أنا أحب أمي، أمي تحبني، لكن ما عندي جرأة أقبل رأس أمي، أحبها أموت عليها، لو تموت أموت وياها، لكن ما عندي جرأة. يقول ذاك اليوم قعدت أفكر، قلت نحن هذه أمي، أمي ما أقبلها، أمي ما أقبل رأسها. يقول استمسكت كل استجمعت كل شجاعتي ورحت لأمي وقبلتها على رأسها. كانت صدمة بالنسبة لأمي، كانت صدمة بالنسبة إلي، وكررتها مرة ثانية وثالثة ورابعة. الحين أنا يوميا سعيد بتقبيل رأس أمي، وأمي سعيدة بتقبيل رأسي إليها. في بعض الأحيان أنت تحب ابنك لكن ما تقول لي أحبك، مثل ما حجى الرسول قال لي يا رسول الله أنا عندي 10 أولاد، ما أدري 15 كم ابن، ما قبلت واحد منهم. قال لي بعيدة الله خلق، وأنت إنسان يعني جافي، أنا شو أسوي فيك؟ ما نبغى نعيش الجفاء. أنا تعلمت مسألة من السجن، تعلمتها. وش تعلمت؟ ودونا مرة حوض الجاف، كان يانا الأكراف ويانا جماعة، ودونا ضربونا ضرب عدل، حطوا علينا توصيات شديدة، يعني هادلين حتى الشرطة يسولفون بعضهم بعض، شو مسوين دلين؟ كل واحد يحلل من عنده. المهم فقلنا يا جماعة إذا كذي بيذبحونا، يعني إذا يقول لك وش بيعطيك إصطار؟ قلت له يا جماعة خلونا نتعامل إياهم باحترام لآخر درجة، وقع هو يعطيك إصطار وإحنا نقول له مشكور، هو يدزوك وأنت تضحك بوجهه. خلال يومين ثلاثة كسبنا الشرطة بأكملهم، وجابوا لنا أكل، واللي يشرب جقاير جابوا له جقاير، واللي يبغى رسالة وديها لأمه وداها. ليش؟ لأن هوسنا على نفسنا، هوسنا على نفسنا ومارسنا قضايا أخلاقية على رغم الجفاء والشدة اللي ويانا كسبناهم. أنا دائما أذكر ذي القصة، ليش إحنا ما نحاول في أوساط الأسرة نضغط على أنفسنا أن نضحك، نضغط على أنفسنا أن نجلس مع أبنائنا مع أطفالنا، نقبل هذا الطفل، نتغشمر مع هذا الطفل، أضحك مع الأم، أضحك. يعني شوف بعض الناس طالما هو في الشارع يضحك، زوجته تراقبه، يضحك في التليفون، يضحك في الشوارع. على قولة واحدة من اللي جابت لي مشكلتها تقول لي صدق شيخنا ولدي كبر واشتغل لي أبوه، تقول جاني أول يوم مصدوم، ما نعم أبوي يضحك في الشغل، أبوي يضحك يسولف ونكت في الشغل. تقول صدق هذا الولد اللي ما شاف أبوه في البيت يضحك، يقول في الشغل يضحك وينكد، مستغرب منصدم، عمر صبي عمره 21 سنة ينصدم. فلذلك يا إخوان من أجل إنشاء جيل واعي عاطفيا، مو بس جسديا عضلات ولا عقليا، بس تعليم عاطفيا وروحيا، خلونا نكسر الجفاء. والجفاء ما نكسره إلا بالإصرار والتحدي والصبر. أنا مو متعود إن أقول لزوجتي مثلا في أمان الله، أو إني أسلم عليها عندما أدخل البيت، عندما أشكرها تقول واحدة تقول ولا مرة زوجي قال لي على طبخاتي إن طبخاتك حلوة ورحم الله والديش على هالأكل اللي أنت سويتينه، ولا مرة بحياتي. خلينا نعود نفسنا مشكورين، خوش طبخ، طبخ جميل، رحم الله والديكم، جزاكم الله ألف. خلنا نزرع دي المحبة ونزرع دي الثقافة، خلنا نكسر الجفاء. فأنا أقول ترى يا إخوان إذا شفتون أجيالنا معقدة بسبة الآباء، بسبة أحد الأسباب الرئيسية والخطيرة ترى الجفاء، وإذا ما قدرنا نزرع المحبة والحيوية بين الأولاد هم أطفال، ترى أنا أقول لك من الصعب ترى إذا كبروا الأطفال، إذا يعني في بعض الأمور يمكن أنت تعوضها، ابنك ما صرفت عليه في الصغر صرف عليه في الكبر، لكن إذا خلقت الجفاء بين الأولاد
حتى لو كبرت وجيت تبى تصلح ما بتقدر. الابتسامة اللي حرمتها من زوجتك، يعني حرمت زوجتك منها، حرمت منها أولادك وأمك وأهلك وجماعتك لداخل الأسرة، ما بتحصل عليها إذا كبرت. إذا كبرت وتبى ابنتك أو ولدك أو زوجتك بتبسمون في وجهك، ما بيبتسمون إذا أنت قتلت الابتسامة في قلوبهم وفي شخصيتهم. فإذا خلونا نزرع المحبة والابتسامة في قلوب أبنائنا وأسرنا عشان نخرج للمجتمع ناس. ترى الشخص، بقول لكم، الشخص اللي يعني ضحك ماله وفرحته في برا يعني ضارب الخافقين، وداخل الأسرة وحش جبل صامت، ترى هذا إنسان مو سليم، مو سليم في علم النفس. هذا إنسان مو سليم بعد، ولا أسرته راح تكون سليمة. شكرا شيخنا. ثلاث مداخلات عندنا. أول مداخلة سيد طه. طبعا أريد أكد بصراحة لكلمة الشيخ وهذه الجنبة المهمة، يعني لا تكون أسرنا تعيش هذا المرض، مرض الجفاء اللي هو أو يعني دائما الطفل الابن أو البنت إذا ما لقى الحب والحنان في الأسرة راح يبحث عنه في الخارج، وبعدين يعني راح توقع المشاكل. تفضل سيد. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. نشكر القائمين على هذه الفعالية وعلى هذا الموسم، الأخوان في الجمعية جزاهم الله خير، لأن فعلا احنا محتاجين، مجتمعنا محتاج إلى هذا الموسم وهذا الموضوع، خصوصا موضوع الأسر أو المشاكل الأسرية اللي قاعد يعيشها المجتمع اليوم، لأن هي أساس المشاكل. بس أنا عندي سؤال إلى فضيلة الشيخ بخصوص دور المجتمع أو دور يعني المؤسسات في المجتمع نفسه. أنا أعتقد أن الدور هذا دور جدا مهم، ولكن لا تستطيع المؤسسات ولا الأفراد في المجتمع القائمين على التوجيه الأسري والتوجيه الاجتماعي بالقيام بدورهم ما لم يكن هناك تعاون من قبل ولي الأمر، لأن مع الأسف القائمين على هذا الدور ينصدمون بواقع من قبل كان الدور الاجتماعي دور كبير، يعني لما تشوف واحد غلطان في الشارع تقدر تجوده وتوجه له أو توجهه بطريقة أو بأخرى، سواء بالكلمة أو بالضربة أو بالزبرة أو بويل آخره، بطريقة أو بأخرى تقدر توجهه من قبل. اليوم صرت تخاف، ما تخاف من الولد، تخاف من الأبو، تقول أنا هذا الولد اللي شايفنا أنك حامل حصاة وكاسر ليت فلان ما أقدر أكلمه، إذا كلمته يمكن هو يروح يشتكي عليه قبل لا أشتكي عليه عند أبوه، وإذا ما اشتكى أنا رحت كلمت أبوه، أبوه ما يتقبل، أبوه يعتبر كأنك أنت تهمته. طيب أنا شايف إنه بعيوني، أنا شايف إنه كذي. دائما الأب ينظر، طبعا هذا شيء عاطفي، يمكن قد يكون في جزء من الحالة الطبيعية في البشر إنه ما يرضى على اللي يحبه، ما يتقبل على اللي يحبه، وخصوصا لما تكثر الشكاوى شوي يقول الناس مستقصدين ولدي، الناس حاطين بالهم وبال هذا الجاهل. زين هذا جاهل، هذا شطانة جاهل، ما عليه، احنا نتفهم ان هذا جاهل وهذا شطانة جاهل، والشكوى هني مو شكوى عليه بقدر ما هي تحذير إلك يا ولي الأمر ان هذا الولد يحتاج منك الى انك توجهها بطريقة أكبر، أقرب شوي، تكون أقرب إليه عشان هاي المشاكل ما تصير أكثر، لأنه قد يضع نفسه في الخطر. وشكرا. ما أدري شيخ عندك تعليق أو هو يعني السيد العزيز يعني أوفى، هو ذكر يعني هذه المشكلة. ف يعني أنا أعتقد من ضمن يعني الأمور اللي هو تعزيز يعني مكانة المجتمع، نعزز مكانة بعضنا البعض، يعني مكانة عالم الدين ومكانة المصلحين، وكذلك نعزز يعني مكانة التناصح. هذه تدخل في ضمن مكان، في تدخل في ضمن مجال التناصح أو الانتقاد البناء. أنا أعتقد يعني قطعا يعني الإنسان المؤمن إذا جاء شخص وحاول مثلا يشتكي
على ابنه سلبا أو إيجابا، يحاول يتعقل في الشكوى وينظر إلى مصداقيتها، فإذا كانت صحيحة يقول للشاكي رحم الله، يعني الله يرحم والديك، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. من ضمن عيوبي عيوب أبنائي، عيوب أبنائي هي عيوبي أنا، من ضمن عيوبي أنا، فأقبل من عند النصيحة وأحاول أني أصلح أبنائي. أما عادة اللي ما يتقبلون النصائح هم في الواقع يعني يشجعون أبنائهم على الانحراف وعلى الفساد وعلى التجرع على أبناء المجتمع، وفي يوم من الأيام بتشوفون أبنائهم طغاة، بتشوفون أبنائهم عصاة ومفسدين في المجتمع، وبيكونوا هم المسؤولين. فلذلك الإنسان يعني حاول يأخذ دائما الشكاوى اللي توصل إليه، يأخذها بعين العقل والنظر، ينظر إليها، فإن كانت صحيحة يحاول يصلح، وإن كانت غير صحيحة نقول يمكن الشخص المشتكي يمكن مشتبه وما إلى ذلك. قبل المداخلة إلى عقيل، هناك سؤال: هل من الممكن إصلاح الأسرة وانكفاء دورها على صلاح نفسها دون المساهمة في إصلاح المجتمع؟ فالبعض يفهم قوا أنفسكم وأهليكم من هذه الآية المباركة على أن الأمر يخلي المسؤولية عن المجتمع، فما هو تعليقكم؟ أنا أشرت إلى الآيات الأخرى اللي هي ذرية بعضها من بعض، وأشرت إلى مسألة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فبينت إن يعني الذرية أهمية كبيرة في فساد المجتمع، في فساد المجتمع كما في قضية قوم نوح، أو في إصلاح المجتمع كما في مثلا خلنا نقول نسل إبراهيم عليه السلام. فلذلك لا، قوا أنفسكم وأهليكم، يعني هذه كنقطة أولية، كنقطة انطلاقة، يعني كنقطة بناء اللبنة الأولى. فإذا الإنسان وقى نفسه وقى مجتمع من الانحراف ومن الفساد وأصلح، عقب تدخل آيات أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتدخل آيات كثيرة موجودة اللي هي تشير إلى مسألة يعني التبليغ وإلى مسألة الإصلاح في المجتمع، تدخل قطعا في ضمن دي المسألة. إن الإنسان يعني في عندنا آية قرآنية: لا يضركم، شنو لا يضركم، من ضل إذا اهتديتم. فبعض العلماء يشير إلى هذه النقطة، يقول هذه لا ما تنهاك عن العمل في المجتمع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وإنما هذه الآية القرآنية تقول يعني في إذا كان في جهة فاسدة وأنت ما قدرت تقاوم هذا الفساد فأنت عليك من نفسك وما عليك من ضل، لكن إذا كنت أنت تستطيع أن تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن تستخدم أسلوب التدرج في هداية الإنسان وفي التأثير والبناء وبناء الإنسان وإصلاح الإنسان، يقول لك لا، الإسلام إذا شفت هناك منكر يجب عليك إصلاحه. وأنا يعني لي كلام في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه واجب كفائي، يعني هل في هذا الزمان أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي؟ لا، أنا أرى بأنه واجب عيني، هناك علماء ذهبوا إلى عينية الوجوب، وأنا أؤمن بهذا الوجوب العيني انطلاقة من الوجوب الكفائي. ليش؟ لأن الوجوب الكفائي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتوقف على مسألة إذا تصدى للفساد من يستطيع إيقافه سقط عن البعض الآخر. أنا أسألكم سؤال: هل الآن المتصدين للفساد في البحرين هم يستطيعون أن يوقفوا الفساد المنتشر في كل مكان؟ قطعا ما يقدرون. فإذا ما قدروا تحول الوجوب الكفاية إلى وجوب ويش؟ إلى وجوب عيني، مع أن بعض الفقهاء في التفاسير يعني في تفسير الآية منكم كذا يفسرونها، لأن يقول أصلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب. نعم، الإمام الخميني رحمه الله يقول يعني يناقشون مسألة القدرة على التأثير، يعني هل أنت لازم إذا بتأمر بالمعروف والنهي لازم تكون عندك قدرة على التأثير وأنك ما تتضرر؟ الإمام الخميني يقول حتى لو كان ضررا خفيفا يتحمل عادة عند العقلاء، فعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فبالتالي بقية المسائل هو إصلاح المجتمع تدخل في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكون خير أمة أخرجت للناس
لأننا نقوم بهذه الوظيفة وهي وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندنا مداخلة وسؤالين ونختم. تفضل عقل. السلام عليكم. عندنا مثال للأب، عندنا مثالين. المثال الأول يقول الأب يكون يترك ولده إذا هو صغير، لما يكبر يحتضنه. عندنا المثال الثاني لا بالعكس، يكون الأب يتمسك بولده إذا هو صغير قبله ويهتم به، بس يكبر خلاص يتركه. فما تعليقكم يعني على هالشيء؟ ممتاز، يعني سؤال جدا مهم وسؤال يعني له واقعية في مجتمعنا. الطفل، أنا ذكرت الرقابة، أو أنا أقصد الرقابة، أشير إلى هذا النحو، إن التربية، إن الاهتمام بالطفل يحتاج إليها الطفل صغيرا، وربما يحتاج إليها كبيرا بصورة أكبر. يعني من الخطأ الإنسان يقول أربي ابني ما دام هو صغير، إذا كبر أتركه يعتمد على نفسه، أو بالعكس إذا كان هو صغير ما أهتم فيه، إذا كبرت أهتم فيه ما بتقدر عليه. هذا يعني إذا هو صغير تركته، إذا كبر ما بتقدر عليه ولا بيسمع من عندك. وإذا ربيته صغير وتركته كبير، قطعا راح في ظل الانحراف والانفتاح على الغرب والشرق وكل أنواع الفساد، قطعا الإبن راح يضيع. فلذلك أنا أقول يعني مثل ما كان الإمام علي عليه السلام، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام يتعاهد، خلينا نتكلم عن الإمام علي في البداية، أو النبي محمد واحد منهم. الإمام علي عليه السلام كان يتعاهد الحسن والحسين أطفالا يربيهم ويوصيهم، ونلاحظ بأن أكثر التوصيات المكتوبة في بحار الأنوار وفي تحف العقول كانت لعلي بن أبي طالب قبل وفاته، فكانت وصية لأبناء نوع من أنواع التربية والمدارات والمتابعة. فلذلك لن يشعر بأن أبناء في هذا السن يحتاجون إلى هذا النوع من أنواع النصيحة والمراقبة والمتابعة. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله علم علي صغيرا ورباه صغيرا، وعندما كبر الإمام علي عليه السلام زوده بالعلم والثقافة وصاحبه وبقى معه إلى آخر ساعات حياته صلى الله عليه وآله. فلذلك من الخطأ الكبير دائما اعقد العزم إن هذا ابني راح يكون ابني وصديقي وجزء من حياتي وجزء من مستقبلي، وأنا جزء من مستقبله، وراح أبقى أرشده وأنصحه وأراقبه وأوعظه إلى أن يصبح كبيرا، إلى أن يصبح بالغا كبيرا. بل أنا أقول لك إن في بعض الناس الحين، أنا أعطيك بس شيء بسيط، تعرفون يا جماعة إن المشاكل الأسرية في البحرين مسائل تدمي وتبكي، شيء يعني يستحق الإنسان يبكي عليه. عندنا في مسائل الطلاق على قدم وساق، عندنا مسائل وجود اختلافات شديدة بين الزوج والزوجة أو الأب والأبناء بصورة جدا كبيرة. لاحظت مسألة مهمة، دائما الحكم اللي أشار إليه القرآن الكريم، يعني حكما من أهله وحكما من أهله، دائما وجود الأب من طرف الأب ووجود الأب من طرف الأم ما لهم وجود في حياة الزوجين. أقول له واحدة انتين، يعني الشخص يسيء إليش بهذا المقدار؟ يعني وين أبوش؟ ما أقدر أكلم أبوي، أبوي ما علمني أني أتكلم أطرح عليه مشكلتي، إذا أطرح عليه مشكلتي يعصب، ما أقدر أقول له. أو مثلا أبوي يقول أنا ما علي منش أنتين كيفش هذه حياتش. البنات يتدمرون، النساء والزوجات يتدمرون. أو بعض الشباب، وين أهلك؟ وين أبوك؟ أبوي ما يحب يتدخل في المشكلة، أبوي ما أقدر أكلمه، ما بيتفاهم، ما عنده تفاهم. فلذلك ترى إحنا، يعني أنا أتكلم، أنا رجل كبير السن، لكن أكيد عد ما يكون يعني أبي موجود معي وينصحني ويرشدني ويوجهني ويشاركني في أحزاني وفي آلامي وفي أفراحي، قطعا هذا أمر حسن وأمر طيب. فلذلك أنا أدعو الآباء يبرمجوا روحهم من جديد
ويكونون قريبين. ما أقول لك أنا أشوف أنا ضد تدخلات الأم وتدخلات الأب في حياة الزوجين، يعني يدخلون بفوضوية، ها وش ليش أنت مشتري هذا اللون؟ مرتي طالبة من عندي اشتري ستاير سودان، أصدق مرت ما عندها سافر، روح اشتر صفران، يعني تدخل يدخلون في البيت وفي الأثاث وفي لون السيارة. وإيش سميت ولدك؟ سميته حسن. لا لا احنا بنسميه جعفر. يا أخي أنت وش لخص هذا يا زوجته؟ فيدخلون الآباء في كل صغير، هذا النوع احنا ما نقبله، إنه يدخلون في الطبخة وفي اللباس وفي الأكل وفي المشية وفي الطلعة وفي السيارة، ما نقبل في المصاريف كم تصرف على زوجتك، لا هذا ما نقبله. احنا نقبل أن تكون أنت تداري ابنك وتكون قريب إليه وتراقب تصرفاته، إذا احتاج إلى أي مشورة، إذا احتاج إذا دخل في مشكلة تحل مشكلته بطريقة تعقلية وطريقة صحيحة. فهذه من المسائل المهمة في البحرين، إن إحنا نعرف حدود الآباء في دخولهم في مشاكل أبنائهم، ولكن نؤكد من جانب آخر نقول ضروري للآباء تكون بينهم بين أبنائهم صداقة ومحبة، بحيث يعني يظلون دائما يعني معينين للأبناء وناصحين إلى أبنائهم. السؤال يقول شيخنا، في ظل غياب دور الأسرة في الإصلاح، فإلى أي حد من الممكن أن يقوم المجتمع بهذا الدور بدلا من الأسرة؟ هذا موضوع جديد، يعني البحث في دور المجتمع بحث جدا مهم. لازم نحدد المجتمع، هل المجتمع المؤسسات لو المجتمع مجتمع الأفراد، ولابد نحدد أيهما الأصيل. يعني هل إحنا نعيش في زمان فبالتالي نقول إحنا زمان المؤسسات فبالتالي الأفراد يسقط دورهم، أو نقول بأن دور الأفراد والمؤسسات دور تكاملي، المفروض أن المؤسسات تعمل من الخارج من الداخل والأفراد يعملون من الخارج. فقطعا أن أبناء المجتمع، أنا سميت مرة كتبت موضوع سميته مثلث الرقابة، مثلث الرقابة أقصد بأن المجتمع، يعني أنا من خلال واقع أنا عشته، من خلال تجارب شخصية، إحنا في مجتمعنا تلقينا كثير من الشباب عندهم انحرافات، أما من أسر مؤمنة هو عنده انحراف، أو من أسرة فاسدة فهو عنده انحراف. تلقينا شخصيات بهالمستوى، سواء كانوا فتيات، أتذكر واحدة الله يرحمها، هذه عندها عصابة، عصابة من منطقة يعني من جهة منطقة البديع، مسخرين دي المرأة على أساس أنه يتعرفون بالفتيات وكذا، هاي السالفة في التسعينات. فبعدين صار المهم يعني ما أدري شلون بأي طريق جت البيت، قالت أنا بأتوب وأصير زينة. المهم فإحنا درسناها فيق وعلمناها وصارت زينة، فكشفت لنا عن هذه الشبكة، صدنا الشبكة كامل، طلبنا منهم التوبة وكذا. المهم يعني فهذه الفتاة أسرتها ما عندها قدرة تبنيها، ما عندها قدرة تغيرها، ما عندها قدرة تصلحها، لكن المجتمع بعلماء بمؤسساته مثلا بأفراد المؤمنين يقدرون يصلحون مثل هذه الأفراد. فإحنا استقبلنا كثير، مو بس أتكلم عن يعني لا أتكلم فقط عن منطقة عالي، لا أتكلم على مستوى البحرين ككل. عندنا فتيات أصلحناهم من خلالهم، عرضوا مشاكلهم وتم إصلاحهم، وعندنا شباب مطرودين من بيوتهم ما يلامون في بيوتهم، يعني خلنا نقول أصحاب قسم منهم أصحاب مخدرات، بيوتهم ما يقدرون عليهم ولا يقدرون على يعني تم علاجهم، وديناهم المستشفيات الطب النفسي وخلصنا ديونهم، يعني حاولنا خلنا نقول بشكل عام نصلح. فبالتالي أنا أقول بأن المجتمع قطعا له دور كبير، الدور المجتمع مكمل أساسي لدور الأسرة الصالحة، مكمل أساسي لدور الأسرة الصالحة، وكذلك يملأ فراغ الأسرة الفاسدة واللامبالاة المجتمع. في بعض الأحيان بعض الأفراد ما يجد الراحة النفسية، لا يجد السعادة، لا يجد الانبساط،
لا يجد يعني الأمان في أسرته، لكن يجد الأمان مع أفراد المجتمع، مع مؤسسات المجتمع، مع مجالس المجتمع، مع مآتم المجتمع، مساجد المجتمع. فقطعا أنا من المؤيدين إن احنا في المسجد ما ندخل المسجد ونصلي عميان، نفتح قلوبنا. قد يكون إنسان جاي تايب ينتظر من يتلقفه نتلقفه، قد يكون إنسان جاي عنده هم زين نخلص همه، عنده دين نقضي دينه، عنده مشكلة نقضي مشكلته. في ناس يدشون المساجد عندهم هموم، هم يتوجهون إلى الله، لكن بعد يتوجهون إلى المؤمنين. لا أنت كمؤمن تعرف ليش مش جايبت أنت المسجد بطريق آخر، ها فلان شدي والله مني والله أنا علي ديون وشدي تعبان نفسيا وكذا، إن شاء الله كم دينك 100 دينار إحنا نقضي عنك. فلذلك المأتم بعد كذلك، لا بس ندش المأتم نضحك ونطلع ونمشي، لا لازم نتفقد أحوال بعضنا بعض. ها فلان أشوف فلان سيارة ما يمشي سيارته، عسى ما أشر فلان ليش سيارتك ما تمشيها، والله ما عندي سيارتك انكسر مكينتها وما عندي حن ايش اسمه يعني اصلح سيارتي. ان شاء الله اجمع عليك، تفضل روح للميكانيك الفلاني وصلح سيارتك. فاحنا لازم في المأتم، في المسجد، في المجتمع، في الطريق، عند البرادة، عند الخباز كذا، نسأل عن بعضنا بعض ونتفقد احوال بعضنا بعض. لعل الانسان، اتذكر مره واحد صديق مسكين يحمل بشته يطلع مشي من بيتهم الى المسجد سنين، ما حد لا حد قال لي بعطي قيمه سياره، ولا حد قال لي بشتري اليك ولا شيء. ذاك اليوم جاء واحد فقير قال عندي سياره مخلي جديده، عندي سياره هونداي ما تسوى دينارين، ما تسوى 200 دينار، قال لي خذها خذها حقك. جاء واحد يسال الشيخ من وين البيزات، اقول له الحين رجال صار له 20 سنه مسكين يمشي والبش تحت ايده، ما سالت مسكين هذا يمشي ما عنده سياره، الحين يوم اعطوه سياره قرنبه مكسره، جيت تسال من وين البيزات قيمتها 200 دينار 400 دينار. يعني وش الثقافة احنا اللي عندنا؟ ليش هذا طول ذي الفترة يمشي ما عنده سيارة؟ ليش ما أعنتونه؟ ليش ما جمعنا إليه وعطيناه ساعدناه؟ أو شخص عنده 4 أطفال في غرفة واحدة، احنا ما نقدر نجمع نبني ليه غرفة ثانية؟ لازم يجي يضطر يرفع لنا يرفع رسائل حتى يقول أنا محتاج، وغير وغير من المشاكل البسيطة. يعني في ناس أتذكر واحدة تقول لي وين ولدي عيونه رايحة، الدكتور وصف إليه عدسة يخليها كل يوم في عيونه عدسة. أبوه مشكلته مدرس ورزيل، أبوه رزيل مو راضي أصلا يصرف على مقعدنا كنا في غرفة واحدة قاس منها نصين مشغلنا إيسي واحد. تقول أقول له ولد بيعمى نظرة ضعيف، يبون يغمض العيون طالع بدل العيون عشان لا تصير خمولة مشون كده، فيبون يبندون واحدة مو راضي يدفع له. يقول له اخذ لي قرطاسة وشلوشين وفتح عيونه طول الوقت كذي خليه فاتح عيونه. قلت له كم هذا يحتاج؟ قال 30 دينار. 30 دينار وين المجتمع عندنا؟ وين عند المشاكل؟ فبالتالي يعني عندنا كثير من المآسي في المجتمع. إذا المجتمع قام بدوره قطعا احنا راح، مو بس احنا يعني دورنا نبند مثلا، إذا في حفرة خطيرة على المجتمع نبندها، إذا في حجارة نشيلها، إذا في قزاز نشيله، مو بس هذا دورنا. دورنا نتلمس حاجيات بعضنا البعض، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، نتحسس أحوال بعضنا البعض. فإذا شفنا إنسان فقير ومسكين، احنا يا للأسف للسنين اللي راحت ساعات نعرف ان في بيت مشهور هذا البيت الوحيد فقراء، حالتهم حالة، واحنا كنا ناكل سمك ولحم الا هذا البيت ما ياكل، زين تساعدوا له، شيلوا سووا له مشروع. يعني اذا كان شخص غير مهمل او صاحي خلونا نشيله نسوي حالة اجتماعية. اتذكر انا واحد الله يرحمه ان شاء الله ودخل الجنة من منطقتنا، دخل في التجارة ودخل إياه تقريبا 3 من الشباب، جزا الله ألف خير، يعني إنصافا دخلهم إياه، كان بإمكان يدخلهم يعني موظفين، يعطي هذا 200 ده 300 دينار وتمشي السالفة، لكن رفض، دخلهم شركاء، قال لهم شوفوا إحنا شركاء في الأرض، إذا بعتون الأرض أنتم شركاء وياي. أنا أعرفهم الأطفال الأصبيان، واحد منهم يتيم أتذكر أنا قاعد وياه يقول لي والله يا شيخ علي، كان صغير يعني الحين رجال كبير عند أولاد، يقول والله ناكلك شور الجح، يتمر علينا أبوه متوفي يتيم،
ساعات يجيبون لهم بيت الجيران من فضيل مخبز أكل يجيبه حتى ناقعد ياه يقدمه إليه ويتفضل. صغير صبي كان في الإعدادي. الحين هذا الشخص عنده سيارة من أفضل أنواع السيارة وعنده بيت ملك وهاي كلهم درسينهم صلاة كلهم عندهم بيوت ملك. ليش؟ لأن الشخص اللي تابعهم الله يرحمه قال أنا ما يرضيني أخليهم موظفين عندي طول حياتهم. قام دخلهم شركاء وكونوا روحهم من أفضل الناس اللي يقدمون الخمس يخمسون ويساعدون الفقراء والمحتاجين وعندهم بيوت وعندهم أفضل أنواع السيائير. الحمد لله هذا إحنا نبى إلى جماعتنا. هذا إحنا نبى للمؤمنين. إحنا نباهم بيصيرون بهالطريقة هذه. فلذلك أبناء المجتمع له دور مكمل وإليه دور أساسي في ملء الفراغات. وقطعا هذا بعد كذلك يعني يبقى له موضوع متكامل من أجل بيان دور المجتمع. آخر سؤال أحد الأخوة يعني أصر على أن احنا نسأله. نرجو من الشيخ التحدث عن النساء اللاتي يخرجن للشارع كاشفين الوجه ويتفاكهون مع الرجال بيغروهم. بشكل عام احنا عندنا سلبيات كثيرة في المجتمع. احنا ما نتكلم الحين عن اللي يخرجون في الشوارع. احنا مصايبنا في الواتساب، مصايبنا في الانستغرام. يعني اليوم بس تخبرني واحدة، يعني واحدة من الأهل، يعني شلون يعني العلاقات الغريبة والعجيبة. فاحنا مو مشكلتنا، لكن هذه المشكلة تعتبر جزء. في بعض الأحيان تطلع المشاكل الانحرافية أو المشاكل الفساد تطلع وتطفح بصورة علنية قوية ما تخاف من أحد. وفي بعض الأحيان في رقابة شديدة من المجتمع في مؤمنين ما يقبلون بكل أنواع الفساد وما يغضب الله عز وجل. فمثل هذه المشاكل يعني مثل هذه المشاكل تختبئ وتتحرك باستحياء وبخجل وبسرية تامة. فإحنا دورنا كمؤمنين نقضي على بعض المفاسد ونوقف النوع الآخر من المفاسد من خلال شجاعتنا وقوتنا وتماسكنا وإيماننا والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومتابعتنا ومراقبتنا للمجتمع. راح ننهي كثير من المفاسد. لكن المشكلة إذا تقول المجتمع عند تسامح، المجتمع عند حالة اللامبالاة. قطعا بيطلعون لك بنات يضحكون يا رجال. يمكن في بعض الأحيان تطلع لك مرأة سلم عليك تركبيها عشيقها وتمشي. زين عندنا مشاكل اللي عندهم باصات ويا البنات وما إلى ذلك. قطعا في مفاسد. لكن أنا أقول إذا كانت رسالتنا، أنا أقول حل المشكلة أن تكون رسالتنا بناء قرية فاضلة. ما بتكلم عن بناء قبيلة أو عشيرة. إحنا ما عندنا عشائر في البحرين ولا عندنا قبائل في البحرين، لكن عندنا قرى. ليش إحنا ما نبني مشروع متكامل إلى قرية المرخ اسمه قرية الفاضلة؟ نبني علاقات قوية اجتماعية قوية تبتني على أساس ثقافي، على أساس علمي، تبتني على أساس روحي، تبتني على التعاون والمحبة والثقافة. ونبحث عن النواقص الموجودة في مجتمعاتنا ونحاول نكملها، سواء كانت نواقص مادية أو اقتصادية أو نواقص ثقافية أو عبادية أو مساجد أو مآتم دينية وما إلى ذلك. نكون مجتمع قوي ونحاول نقوي المؤمنين. يعني مثلا إذا كان في مجتمع مالي في عالم دين قوي في المجتمع، إذا كان في مجتمع مالي شخصيات قوية القائم على المسجد الفلاني والمأتم الفلاني والتدريس الفلاني وفلان صاحب المسجد وفلان صاحب المجلس الفلاني وفلان صاحب العائلة الفلانية يعني العوائل اللي عندنا في المجتمع، في ناس أقوياء ومعروفين بالتدين والإخلاص والحكمة. ليش ما نقويه؟ هذا شخص حكيم. ليش ما أقوي الحكماء في منطقتي؟ ليش ما أقوي العلماء في منطقتي؟ إذا عندي صندوق خيري ليش ما أقوي الصندوق الخيري؟ عندما يكون عندي مأتم ليش ما أقوي المأتم؟ عندما تكون عندي جمعية خيرية أو جمعية دينية ليش ما أقويها؟ تعال انتخابات المأتم أو تعال انتخابات الصندوق ما في ولا مرشح. أو إذا جاءوا مرشحين تسعة مثلا قعدوا هذه الإدارة الجديدة انتخابات ما في حد ينتخب، ما حد ينتخب، ما حد يترشح. إذا إحنا ما ترشحنا لمؤسساتنا
وإذا إحنا ما انتخبنا جعلنا يوم عالمي، يوم مهم، يوم الانتخابات، انتخابات الجمعية، انتخابات الصندوق، انتخابات المأتم، انتخابات فلان الشيء، يعني اللي في انتخابات، كل أهل القرية يجون ينتفضون، يجون ينتخبون. لكن إذا إحنا جينا يا الله نحصل العدد المطلوب، ويا الله نحصل أحد ينتخبهم، ويا الله نحصل في الجمعية العمومية أحد. أتذكر مرة إحنا عندنا انتخابات مأتم، لا صندوق خيري، بس الكراسي والمرشحين. زين وين أبناء المنطقة؟ بعدين بصيحون فلان باق، فلان سرق، فلان أهمل، فلان قصر. أنتم ما تلاحظون شيء واحد؟ تشوف أكثر صناديقنا في البحرين صناديق تصريف أعمال، أكثر مآتمنا ومؤسساتنا مؤسسات تصريف أعمال. يعني ويش؟ يعني المؤسسين الأولين سووا بعض البرامج، سووا بعض اللجان، وجدت الأجيال اللي بعدهم، الإدارات اللي بعدها فقط تدير ما هو قائم. زين أحد سوى أشياء جديدة، اخترع أشياء جديدة، ابتكر أشياء جديدة، مشاريع ما في. ليش؟ لأن لج الإدارات بس تصرف الأعمال الموجودة. هذا خطأ، هذا خطير. المفروض كل إدارة تجي وتطرح مشروعها، تطرح طروحاتها، إصلاحاتها وما إلى ذلك. فلذلك أنا أقول إذا إحنا سعينا إن فعلا يكون عندنا مجتمع وقرية فاضلة إسلامية، أعتقد بأنه بتحل كثير من المشاكل، لأن هذا القرية الفاضلة تقوم على أساس المؤمنون كالجسد الواحد، تقوم على أساس السفينة الواحدة والجسد الواحد، وتقوم على أساس المجتمع المتماسك المترابط، إلى الحكماء والوجهاء إليهم مكانتهم في المجتمع، والعلماء وكل إنسان لاحترامه ولتقديره سواء كان فقير أو كان في قمة الهرم. طبعا أصحاب الأسئلة الباقية نعتذر لهم، وبإمكانهم أن يتوجهوا بها لليالي الباقية. تستمر ليالي موسم الزهراء عليه السلام الأسري وليلة غد وبعدها. طبعا ليلة الغد ستكون للأستاذ محمد جواد مرهون بعنوان أسس الحوار السليم في الأسرة، والليلة الأخيرة ستكون للسيد كامل الهاشمي دور الوالدين في مرحلة المراهقة ومخاطرها. باسمكم أحبتي نشكر الشيخ علي الهويدي، وتتشرف الجمعية الخيرية بتكريم سماحة الشيخ. يتفضلون الأخوة في الصندوق. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. Thank you.